اللاعبون أنفسهم، المدربون أنفسهم، المباراة نفسها، الملعب نفسه، الحكام أنفسهم، رقعة الشطرنج نفسها، شاه وملكة وفيلان وقلعتان وحصانان وثمانية بيادق لحماية مملكة الشاه، لحماية الريح في التلفزيون. كم نملك من شاه؟ عددهم حسب كل رقعة شطرنج. لكل رقعة شطرنج ملك شاه يتبعه مريدون يعيشون تحت مظلته البيادق، توضع أمام خط النار لتحترق وجوهها. تلفزيون في منزلة رقعة الشطرنج. عدد رقع الشطرنج معدود على رؤوس الأصابع مثل بطولة مصغرة لا غالب فيها ولا مغلوب. في نهاية اللعبة لا يموت الشاه، وحدهم البيادق يموتون صمودا ودفاعا عن قلاع التلفزيون وأفيالها وأحصنتها الرابحة. كل شاه يركب حصانا ويختار ملكة ويعين فيلا لحماية بوابة القلعة التي يفخخها بالبيادق. نشاهد المسرحية ذاتها، الممثلين أنفسهم، المخرجين أنفسهم، مع تغيير الديكور والفصول لنحصل على مشاهد من القيح، لنحصي الندوب، لتتقرح جلودنا، لنصرخ كفى من الاحتكار، ليسقط شاه من رقعة التلفزيون، لتجفل الملكة، لتجتو الأفيال، لتحرن الأحصنة، لتنهار القلاع. غدا لنعلن موت الشاه.